بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم السوسن السوداء. اليوم زيارتنا إن شاء الله إلى قلعة تاريخية اللي هي قلعة عجلون أو قلعة الربر. هاي القلعة تبعد عن عمان حوالي 70 كيلومتر، وبتبعد عن إربد حوالي 27 كيلومتر. أرجو أن هالحلقة تنال إعجابكم، بس لا تنسونا من الاشتراك ودعم القناة ومشاركتها مع الجروبات ومع زملائكم، من أجل أنه إحنا نقدر نتواصل إحنا وياكم كل أسبوع إن شاء الله رب العالمين. طبعا هاي الحلقة وبعدها حلقتين ورايحين نكمل الجزء الأول من الحلقات على قناتنا السوسن السوداء، وبنبدأ بالجزء الثاني وإن شاء الله رب العالمين بعد ما نكمل حلقة 30. يلا بينا. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طبعا كالعادة بنبدأ بصور من بعيد، يعني هاي الصورة أخذت من تقريبا قبل عجلون، وكل ما كنا نقرب 10 كيلو نخذ صورة أخرى للقلعة من بعيد، حتى نشوف شلون جاي على قمة جبل عالي. أصلا سميت بقلعة الربض لأنها تربض على قمة عالية. شوفوا المنطقة اللي حواليها شلون يعني منخفضة بالنسبة إلها. قلنا اسمها قلعة الربض كونها تربض على قمة عالية، وقلعة عجلون كونها موجودة في منطقة عجلون، والبعض بسميها قلعة صلاح الدين كونها يعني بنيت في عهد صلاح الدين، والأتراك كانوا يسموها قلعة الفريحات كون الفريحات كانوا يحكموا المنطقة آنذاك، أو قلعة ابن فريح. طبعاً الجبل اللي موجود على القلعة اسمه جبل عوف. شوفوا شلون المنطقة مسيطرة عليها تحت. هاي المناظر احنا بنخذها من القلعة من أكثر من موقع، يعني القلعة على الأربع جهات مسيطرة سيطرة تامة، علماً بأنه كان الهدف تسيطر على المنطقة اللي بين البحر الميت وبحيرة طبرية بشكل رئيسي. الجبل اللي موجود عليه قلناه هو جبل عوف أو جبل بني عوف، تشرف على أودية كفرنجة وراجب واليابس. هذا السوق عند المدخل يبيع أشياء تراثية، شماغ وما أدراك ما شماغ، خيطرانة على الدرج. يعني احنا ماشيين معاكم كأنه يعني رايحين احنا وياكم رحلة وماشيين بنفس المسار اللي احنا ماشيين فيه. القلعة بناها القائد عز الدين أسامة اللي هو أحد قائد صلاح الدين، بناها سنة 1148 ميلادي اللي 580 هجري. طبعا هو بناها مشان يعني تكون نقطة ارتكاز لحماية المنطقة، الحفاظ على خطوط المواصلات، أيضا حماية طرق الحج بين الشام والحجاز كونها مشرفة على وادي الأردن، وتتحكم بالمنطقة بشكل كلي من بحيرة طبرية وحتى البحر الميت. شوفوا هاي المدخل الرئيسي، هذا مدخل خشب متحرك يزال في أوقات الحرب ويوضع في أوقات السلم، وهذا الخندق موجود حول القلعة. طبعا ايضا من الاهداف اللي بنيت القلعه من اجلها، شو هاي طلاقيات الرمي. طبعا القلعه حوالي 3 طوابق، بس الطابق عالي مش طوابقنا. ايضا من الاهداف الحيلوله دون انتشار القوات الصليبيه في منطقه عجلون، وحمايه الطرق التجاريه
مع دمشق وشمال سوريا حتى ما يتدخلوا فيها الفرنجي، ومنعهم من التوسع بشكل عام شرق نهر الأردن. شوفوا أسلوب البناء، طبعا القلعة متكاملة، شوف فيها سجن، فيها دهاليز ضيقة، فيها اسطبلات خيل، فيها منامات جنود، فيها آبار تتسع إلى آلاف الأمتار من الماء حتى تكون مكتفية ذاتيا، فيها مستودعات الحبوب. هاي قاعة أيبك اللي هي الآن متحف يعني معروض فيه بعض الآثار اللي وجدوها، ومكتوب حواليها شو نوعية الآثار وين لقوها. ممكن الواحد يعني يوقف الفيديو وشوف اللي مكتوب، يعني كلها أواني فخارية، أباريق، جرار، فوانيس إضاءة، أواني طعام، يعني مختلفة يقدر الواحد يركز عليها. برضو من الأهداف كانت السيطرة إداريا على سكان المنطقة، لأن سكان المنطقة كان مش سهل السيطرة عليهم في تلك الفترة. وجدوا حول القلعة كنيسة بتعود للعصر البيزنطي المبكر، يعني حتى من زمان العصر البيزنطي كانت هاي المنطقة مهمة بالنسبة لهم. طبعا بناء القلعة تقريبا شبه مربع، في 4 أبراج، كل برج طابقين، وكل برج بيحمي منطقة، على الـ4 جهات محمية بالأبراج. والأبراج شفتوه انتو فيهن اللي هي طلاقيات الرمي، بحيث انه الرامي بيكون يعني ماخذ راحته وقاعد كويس وبرمي وما حدا بيقدر يرمي عليه. بالمناسبة حصل زلزال 1837 وزلزال آخر 1927، إلا أنه القلعة ظلت صامدة وما صار فيها أي شيء، وهذا بدل على عبقرية الهندسة العسكرية في ذلك الوقت. يعني شوفوا طريقة بناء الأقواس هاي، يعني بتكون فعلا ضد الزلازل. يعني الخندق اللي شفناه بالبداية هذا محيط بالقلعة، هذا عرضه 16 متر وعمقه من 12 إلى 15 متر. واستخداماته، شوفوا هاي الفسيفساء بالمناسبة، تعود لعصور قديمة برضه. نحن ما زلنا بالمتحف. طبعا قلنا الخندق عرضه 16 متر وعمقه 12 إلى 15 متر، وكان يستخدم لجمع المياه، وكان ايضا يعني يستخدم كحاجز منيع يصعب على العدو اجتيازه. طبعا في بوابه محصنه برضه صعب اجتيازها، وفي الجسر المتحرك مشان يقوموا اذا بدت المعركه مشان يصمدوا في الدفاع الى اطول فتره ممكنه. يعني قد يكون هذا أفضل موقع للمراقبة والدفاع. هاي أمي ترى بالمناسبة. يعني تعتبر سكن متكامل مثل ما حكينا، يعني فيها دهاليز ضيقة، فيها منامات جنود، فيها أسطبلات خيول، فيها آبار مياه تتسع إلى آلاف الكيلومترات أو آلاف الأمتار، فيها مستودعات حبوب. شوفوا طلاقيات الرمش المسيطرة، هاي أحجار المنجنيق، هاي برضو جزء من الآبار اللي موجودة. هاي واحدة من الدهاليز مثلا اللي بين الأبراج، واللي بودن على المنامات وبودن على الاسطبلات على المستودعات. ارتفاع المنطقة اللي فيها القلعة 1023 متر فوق سطح البحر.
ومن أبراج المراقبة الغربية، إذا واحد نظره قوي يشوف جبال القدس بسهولة طبعا بدون يعني عوائق. برضو القلعة كانت محطة للحمام الزاجل مشان عمليات التراسل بين القاهرة ودمشق وبغداد. شو على البرج الجنوبي الشرقي، كان طلاقيات بكل الاتجاهات. هذا بير مستخدم أيضا للماء، كان على الأربع جهات. هاي مواقع الرمي، واللي جوا قاعد براحته برمي براحته، لكن اللي برمي من برا صعب يصيب اللي جوا. طبعا القلعة بيزورها سنويا حوالي 250,000 سائح من خارج الأردن، معظمهم من الأتراك. الأتراك يعني بيحبوا الأمور التاريخية الإسلامية اللي زي هيك. موقع محصن يصلح للدفاع اللي فيه، يعني لما يكون عندهم اكتفاء ذاتي لا يمكن دخول القلعة إلا يعني ممكن حصارها، يعني ينتظروا عمين ما ينتهي المؤن اللي عندهم. لكن يقال إنه في دهاليز تحت بتودي إلى مناطق بعيدة، وبالتالي بيتم التزويد عن طريقها مش التزويد من الباب الرئيسي. ويقال إنها هي على نفس المستوى اللي مبنية فيه قلعة الكرك، يعني كانت القلاع مبنية بحيث يكون فيها يعني في بينها تبادل رؤية، لكن طبعا احنا ما نقدر نشوف قلعة الكرك. هذا الخندق اللي قلنا عنه، بس بجوز زمان كانوا يشوفوها، كان نظرهم اكيد احسن من نظرنا. والدهاليز اللي جوا، قال انه في دهليز من هون بيصل الغور، لكن انا ما شفته. لكن شلون جابوا الاحجار ورفعوهن، يعني تاوصلوا يعني العمارة يعني 4 طوابق أو 3 طوابق، لكن بجوز عن يعني عن 7-8 طوابق من طوابقنا. شوفوا قديش كمية الحجارة اللي مستخدمة، وجابوها من مناطق يعني أكيد بعيد شوي. طريقة البناء يعني رايحين نطلع حتى نطلع على سطح القلعة، فتقريبا يعني المنظر مش عن السطح، يعني منظر الطابق اللي قبل السطح. هي أعمال صيانة لسه ما كملوا، في فعاليات صيانة دائمة حتى يعيدوها كما كانت عليه. هذا بير مثلا من الآبار اللي موجودة. نطلع على السطح، يعني هذا الدرج يؤدي إلى سطح القلعة. طبعا هواء رطب بعز الصيف بجوز تشعر بالبرد. هيا احنا ماشيين احنا وياكم على الدرج حتى نطلع على السطح. أعلى منطقة بالقلعة، شوفوا شلون المناطق تحتها، سيطرة تامة.
لون تحتها. شوفوا الشفق البعيد، المناطق البعيدة هاي، يعني بنشوف البحر الأبيض المتوسط. آي أنا وأمي على سطح القلعة، هذا باتجاه الغرب. نزلنا على السطح، في سطح ثاني بدنا نطلع عليه، ومع وصولنا للسطح الثاني بنكون احنا يعني انهينا حلقتنا لهذا اليوم. كل اللي مطلوب منكم بس دعم القناة بمشاركتها مع جروباتكم وزملائكم واصدقائكم، واللي مش مشترك يشترك، اللي مش مفعل كبسة الجرس يفعل كبسة الجرس. هذا السطح الثاني، يعني هذا بطل باتجاه الجنوب والشرق تقريبا. احنا هيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله.